الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، دايما هقول أنا ما نقصدش حد بالكلام، لا أقصد حالة معينة، ولكن كتير جدا من الناس بتتصل علي وبتكلمني في موضوع مشاكل الأسرية ومشاكل الطلاق، وأنا بتكلم من ناحية العرف ومن ناحية الشرع. إحنا اتكلمنا عن إن الراجل لما يجي لك ويناسبك لازم تحطم النقاط على الحروف. والله أنا بنتي بتشتغل كذا بتشتغل كذا، المهم نوصل إلى نقطة، نقطة حاليا هي مدار المشاكل في البيوت. يعني أنت أصحاب الجلسات العرفية والشكاوى الكيدية وحالة الغضب وحالة الطلاق بتتم بناء على هذه المشكلة. إيه هي؟ إن البنت بتتزوج، وبعد ما تتزوج تكتشف إنها بتشتغل في بيت العيلة، مش بتخدم الزوج بس، لا ده بتخدم في بيت العيلة. دي نتيجة ايه؟ نتيجة ان احنا ما كناش واضحين مع بعض من الاول. نربط الكلام بالسابق، زي انت ما قلت هنجيب مهر، تدفع مهر كذا والشبكة بكذا وتجيب كذا، انت ما بينتش بنتك هتخدم مين وتقعد مع مين. لابد أن يظهر ذلك عيانا بيانا بين الناس في حالة النسب. فمثلا بنت المدينة لما بتتزوج معروف أنها هتدخل في شقة، والشقة لوحدها مش هتخدم غير زوجها وبعدين أولادها إن شاء الله. إنما البنت في الفلاحين العرف السائد، أقول العرف السائد، إنها لما بتدخل في بيت هتعيش في بيت عيلة، هتغسل مواعين، تكنس وسط الدار، هتنظف إطلاق ليس على الإطلاق. القاعدة بتقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا. احنا عندنا في الفلاحين في قريتنا اللي بتتزوج وداخل على بيت عيلة، والله ممكن تروح انها تنظف شقة سلفتها او تشتغل مع سلفتها، مع سلفتها اللي او انها واحد يقول لي مش ملزمة، لا ليه؟ لان انت ما بينتش في الاول، الاب ما بينش. المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يبقى لازم نبين ونوضح زي ما قلنا انها بتحلب، انها بتخبز، بتعجن، بتعمل، انما ما بتحلبش بهايم. خلاص وضح انت الاخر، قول لا والله بنت دي هتخدمك انت بس مش ملزمه بخدمه ابوك. ليه؟ عشان تطلع من القاعده ونكون واضحين مع بعض، يبقى الامور تكون واضحه. انما دخلت دون ان توضح غصب عنها تمشي وفقا للقاعده المعروف عرفا كالمشروط شرطا. اهو المعروف، ايه المعروف المتعارف عليه في البلد؟ انها هتخبز على طبليه، هتقعد قدام فرن، ده المعروف في الفلاحين عندنا في قريتنا، وهذا ليس منه منها وليس تفضلا. ليه؟ لان احنا متعارفين على كده، البيت ده متعارف على هذا الوضع، واظن ان احنا كلنا عارفين بعض في البلد، احنا عارفين بعض في البلد كويس جدا، كل واحد عارف التاني، كل واحد عارف نفسه. يبقى إذن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، خاصة في عقد الزواج. طب تعال هنطبق لك القاعدة دي، صلي على رسول الله. احنا بنكتب الكتاب مش كده عند المأذون، وبيظل الولد خاطب البنت كاتب كتابه لمدة سنة، أليس من حقه شرعا أن يدخل بالبنت؟ اشمعنى دي؟ اشمعنى دي منعته؟ ليه؟ لأن المعروف أهو، المعروف أن الإنسان لا يبني بزوجته ولا يدخل بها إلا في وقت الزفاف. ليه إحنا حفظنا دي ونسينا الأولانية؟ ليه نسيناها؟ لأن إحنا بناخد الدين على مزاجنا وهوانا. وخاصة بقى إيه؟ تلاقي يقول لك لا والله لما يقعد في قاعدة يقول لك والله هي مش ملزمة بخدمة أهلها. مين اللي قال لك مش ملزمة بخدمة أهلها يا حبيبي؟ ليه ما بينتش في الأول؟ ليه ما بينتش في الأول؟ لازم أبوها يبين في الأول.
انما الست هانم بقى تعمل ازاي؟ تروح تغضب لها مره والثانيه والثالثه والرابعه، فيصبح المعوج معدول. يعني المعوج بعد شويه بقى ايه؟ معدول بقى، خلاص عيش لوحدك، عيش لوحدك، تفضل عيش لوحدك، ورينا هتعمل ايه يعني. الله يسهل لك طريقك. طيب هنيجي اليوم لقضيه حدثت مع، وهي مرتبطه بنفس الموضوع سبحان الله، مع سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه والسيده فاطمه. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم عامل سيدنا علي ازاي. الحديث ان سيدنا علي كان في شده، سيدنا علي رضي الله عنه كان في شده، والسيده فاطمه رضي الله عنها وارضاها كانت تعمل بالرحى. شوف 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 اللي يقول لك المرأة مش ملزمة بخدمة الزوج. السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كانت بتمسك الرحايا حتى إن إيديها تأثرت. يعني سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه قاعد مع السيدة فاطمة فبيقول لها لقد سنوت حتى اشتكيت ظهري. سنوت ده عشان الشباب يعرف، ما هو احنا دخلنا الشباب بالتلفزيون ولا ها، فصار الشباب يعني. سيدنا علي بن ابي طالب يقول لقد سنوت حتى اشتكيت ظهري. انت عارف سنوت يعني ايه؟ يعني كان بيشتغل بالاجره. بالاجره يعني ايه؟ انت عارف يلف زي الناقه، يمسك البتاع بالناقه كده ويشد الميه من البير ويشتغل بالاجره. فترد عليه السيده فاطمه رضي الله عنها وتقول والله لقد طحنت حتى مجلت يدي. مجلت يعني تشققت، تشققت. السيدة فاطمة اللي هي سيدة نساء العالمين، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وعد خديجة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خديجة بنت يعني قال مريم بنت عمران وآسية زوجة فرعون، وخديجة بنت محمد صلى الله عليه، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. إيديها تشققت من الراحة. دلوقتي تحط الحاجة في الخلاط، الخلاط دي أنواع بقى، في صغير وفي كبير. السلطة بتنعمل في القطاعة، السلطة بتنعمل في القطاعة مش بالسكينة. ليه؟ عشان الفلفل ما يعورش، عشان لا، ده السلطة بتنعمل في القطاعة، القطاعة اللي بتعمل خشن يعملوا فيها السلطة، وبعدين تقعد قدامك وتقول لك أنا تعبانة. يبقى سنوت تقول حتى تقطعت يدي. فقعد مع سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه فقال لها والله أبوك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاله مال وجاله خدم، فاذهبي إليه فاسأليه أن يأتيك بخادمة. الله. فذهبت السيدة فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقابلت السيدة عائشة. في رواية تقول حتى استحييت من أبي صلى الله عليه وسلم. السيدة فاطمة رضي الله عنها تعرض القضية على الرسول صلى الله عليه وسلم. في رواية أنها أخبرت السيدة عائشة، فأخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب، انتبهوا، هي راحت تشتكي، تشتكي من شدة العمل، مش علشان تغضب. أنا قلت لك طلعتك من البيت خراب، لعمك الحج هيصلح لك، لأن إحنا بنقول للناس لما تحصل مشكلة ما بين الزوج والزوجة سيبوهم، سيبوهم مع بعض، أصل هو مخاصمني ما بيكلمنيش، لا هيصلحك. اصل هي عاوزة تستخدم العصا وهو عاوز يستخدم الكبر والقوة والبطش. انما سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه لما يقول للسيدة فاطمة، وصعبان عليه فاطمة، صعبان عليه تعب مراته، ولذلك الراجل يكون عنده ذوق، الشاب يكون عنده ذوق، لان مراتك بتتعب اكتر منك، مش انا شقيان ولا تعبان، لا، ما ممكن تكون هي الاخر موظفة وتعبانة ومحروق دمها وجاية مطالبة انها تعمل لك الاكل والشرب، ما تمسك السكينة واشتغل انت الاخر واعمل السلطة معاها. مش الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيخدم اهله؟ يبقى لابد يكون في تعاون ما بين الاثنين.
ولا بد ان يكون الزوج حساس. اذا ما حسيتش بمراتك هتحس بمين انت؟ اذا ما شعرت بالم مراتك هتشعر بالم مين؟ قل لي بالله عليك. النبي عليه الصلاه والسلام كان يشعر بشعور زوجاته، حساس النبي صلى الله عليه وسلم. حتى اللي يقول لسيدة فاطمة، اللي يقول لسيدة عائشة، والله يا عائشة أنا أعرف الوقت اللي أنت بتكوني راضية عني فيه والوقت اللي بتكوني غضبة علي فيه، غضبان علي فيه. قالت له طب قول يا رسول الله كيف تعرف؟ فقال إذا أنت كنت راضية عني تقولي لا ورب محمد، وإذا كنت غضبة علي تقولي لا ورب إبراهيم، فيتبدل الحب. وتقول له يا سيدة عائشة، تقول له نعم أهجر اسمك في وقت غضبي. اتعلم الذوق من سيدك، اتعلم الإحساس من سيدك. ما تخليش مشكلتك تطلع برة غرفة النوم، مش هقول لك الصالة، لا، حل مشكلتك في غرفة النوم ما بينك يا أخي. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أنها تصلي في غرفة نومها أفضل من الصلاة في الصالة. أنت الآخر حل مشكلتك في داخل غرفة النوم بالكلمة الطيبة، بالكلمة الطيبة. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم عرف ان في مشكلة عند السيدة فاطمة، وهي احب الناس اليه، وعلي، علي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول زوجتك بخير اهلي. شوف شوف النبي بيتكلم عن زوج بنته ازاي، زوجتك بخير اهلي. كبر زوج بنتك في عينيه، مش دوس يا بنت وفرومي وانا وراكي، ده يطلقك ويرجع لنا العزة المدقوق بالهوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى السيدة فاطمة، مش يذهب للخراب، يذهب للعمار. سيدنا علي يقول كان عندنا قطيفة، إذا غطينا بها يظهر الجنب، وإذا غطينا بها يظهر الوجه، ويتظهر القدمين، يا حتة قطيفة. فقال مكانكما، خليكم قاعدين. وجلس بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا أبو البنت، وانت يا أم البنت، يا خرابة يا خرابة، لما بنتك زعلانة وراحت تشتكالي تشتكيلك، قولي لها والله الله يرحم من مات أنا بحب زوج بنتي، ما تسمعينيش عنه كلمة تعور قلبي. كبري زوج ابن زوج بنتك في عينين بنتك، تكبر بنتك. وحنشوفه في قضية تانية ما بين سيدنا علي وسيدة فاطمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استمع للمشكلة وقول لها اسمعي يا فاطمة، قولي إذا أويتما إلى فراشكما فقولا سبحان الله 33، أدي واحدة، واحمد الله 33، وكبر الله 34 مرة، يبقى دي 100، والمئة عمل باللسان وألف في الميزان. النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الفاطمة أولا، هذا أكبر دليل على أن الزوجة تخدم زوجها. ثانيا، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي أن يأتي بخادمة لامرأته. ثالثا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنف علي ويقول له فين دورك يا أبو الرجالة، زي احنا بنقول انت فين، انت زي مين يا ولد، لما يجي يغضب بنتك انت زي مين، انت عملت ايه لبنتي، ده احنا اللي عملناك. رابعا، البيوت لما خلت من ذكر الله خربت، حتى ما بين الإخوات، حتى ما بين الأهل، كلما كان البيت خاليا من ذكر الله عز وجل حلت الشياطين، وأقصد بالشياطين شياطين الإنس والجن، فتخرب. إنما بيوتنا مليانة أغاني ومليانة أفلام ومليانة مسلسلات ومليانة مشاكل، ما تفعلش، لأن دي بيجي مع دي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الفقر يأتي دائما مع خلو اللسان من ذكر الله عز وجل ونسيان الله عز وجل. يبقى إذا نتعلم أن القضية تحل، حل أنت، ادخل يا كبير حل ما بين زوج بنتك وما بين بنتك، والاتنين اعمل لهم مواجهة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه، ذهب إلى زوج، ذهب إلى بيت زوج بنته
وجلس. شوف حوار السيد سيدنا علي مع السيدة فاطمة، انت بتتكلم مع مراتك ازاي، انت بتتكلم مع مراتك ازاي، باي اسلوب. اشمعنى لما تتصل عليك واحده في التليفون الو فتنعم وترقق وتظهر نفسك ان انت واد اتيكيت واد فهلوي، انما لما مراتك بتتكلم معاك بتبقى غشوم جهول، زي ما بيقولوا عاملين يعني سيدنا عمر ان الله يبغض الجعضري والجواظ، قالوا من الجعضري والجواظ؟ قال الذي يكون بين الناس ضاحكا مسرورا وبين اهله مهموما مغموما. اشمعنى يعني؟ فدي اول شيء في معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوج ابنته وابنته في قضية الفقر. قضية الفقر ليس في بيوتنا فقر، إنما في بيوتنا خلو من ذكر. نحن نسينا الله عز وجل واستبدلنا الذكر بأعمال الشياطين. أسأل الله عز وجل أن يشغل ألسنتنا بذكره وأن يعمر بيوتنا بأمنه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.